والله يبدو عندنا اليوم مستمرين في كورس جنوس سلاش لينكس ليفل 2. عندنا السجن 7 سجن 7 سكيورينج لينكس سيستمز، يعني زي ما تقول هي كولكشن اوف جود براكتسز ذات ميك سنس تو مي فور سكيورينج لينكس سيستمز. يعني انا ضروري نبي نتاكد السيستم تاعي انه هو سكيور، ما في حد يقدر يتحكم فيه الا انا، بالذات كان هو سيرفر ولا حاجه. لكن حتى لما هو كنتيني ماي بيرسونال داتا، في الحالتين بنحاول ندير هاردنج سكيورتي قدر الامكان باش ما يصيرش اي انوثرايز اكسس ولا اي حاجه اللي باش تصير. فعندنا النقطة الأولى اللي هي always stay up to date with your software. يعني السوفت وير بتاعي سواء الـ OS ولا البرامج اللي نستعمل فيهم ضروري يكون always up to date، ضروري ندير له updates سواء automated ولا أنا بروحي نخش منه ندير updates. فحاجة ضرورية جدا always update the software running on your devices as soon as possible to protect against vulnerabilities. This means ensuring that your Linux distributions as well as other installed software are running on the latest versions. ضروري نتأكد إن هو ديما latest versions وباش يكون protected against vulnerabilities. فيه بالنسبة للديبيان في باكج تقدر تنزلها تدير اوتوماتيد ابديت وتقدر تدير ابديت بروحك وتقدر تديرها بطرق ثانية تخدم الكرون جوب ولا حاجة. وديبندين اون يور ديستريبيوشن ما تقدر ابديت من غير ما تدير ريبوت على حسب الديستريبيوشن تاعك. ضروري تتأكد ان الحاجات اللي تستخدم فيها كلها تخدم على الليتست فيرجن. مرات ضروري دير ريبوت باش تديرها، مرات هو سوفت وير ستوب لكن مازال محتاج الفيرجن اللي بعدها السيرفيس قاعد تخدم بالفرصة القديمة، مرات تبي دير ريبوت على حسب السيستم تاعك. في حاجة ثانية ضرورية جدا اللي هي بايوس بروتكشن، ممكن هي ضرورية أكثر كانك أنت السيرفر تاعك بير متر وعندك أكسس على السيرفر فيزيكلي نفسه، ضروري تحاول دير له سكيور فيزيكلي. واحدة من الحاجات اللي تدير بروتكشن للبايوس بتاع الهوست سيرفر أو اللي هو الكمبيوتر بتاعك with a password so the end user won't be able to change or override security settings in the BIOS. ضروري إن أنا ندير باسورد البايوس بتاعي، نحاول ندير لوك للكمبيوتر بتاعي. ضروري نخلي الأريا هي بروتكتد من أي تغييرات. كل كمبيوتر او كل مصنع لجهاز كمبيوتر عنده شورت كاتس معينه، كيز معينه تفصل بسويتشات البايوس، وبعدين يعني بس انك بتحاول تلقى الكونفجريشن بتاع الادمنستريت بس. لا مش موضوع صعب، هي يعني مختلفه لكل مانيفاكتشر لكن سهله. حاجه ثانيه تبي تديرها المفروض تدير ديسيبل البوتنج فروم اكسترنال ميديا فروم يو اس بي ولا سي دي ولا دي في دي ولا غيرها. كان انت بالدراسة هي اي واحد يقدر يحط يو اس بي ستيك ويدير ريبوت ويولي عندها اكسس على الهارد ديسك بتاعك كده حاجة انت ما تبيهاش، كان ما تبيهاش ضروري تسكر الاكسترنال ميديا ديفايسز ريبوت. في سيرفرات فيهم انترنال ويب سيرفر تقدر تخش عليه يعطيك اكسس على البايوس باش تقدر تغير حاجات في البايوس، ضروري تطفيه تعطيه ادمن باسورد يا حاجة هيك باش ما حدش يقدر يغير البايوس سيتنج بتاعك. يعني حاجة البوت من حاجة تانية، البوت من ميديا تانية ما تبيش تصير منها بوت. حاجة تانية متكلمين عليها من قبل درناها لما درنا واحدة من الفهمات هي هارد ديسك انكريبشن. ضروري نشفر البيانات اللي عندي في الهارد ديسك، الديسك كله ضروري نشفره باش حتى لو حد فات الموضوع بايوس بروتكشن اللي هي فيري ايزلي يعني تقدر تجتازها بكل سهولة. الديسكتوبز حسب علمي تقدر تنحي البطارية وتولي معاش في الباسورد كويس، لذلك ما تقدرش تعب عليها وضروري تديروا هارد ديسك انكريبشن. حتى في اللابتوب، لكن البطارية أصعب إنك تلقاها في اللابتوب. لكن في الديسكتوب سهلة جدا، حتى في اللابتوب سهلة. تنحي البطارية معاش يولي فيه الباسورد وتلقى إنه التوقيت هربت في الجهاز ما سمعت ساعة
فلذلك ضروري نشفر البيانات بتاعي. واحدة من الحاجات اللي ضروري نديرها ان نشفر الديسك كله، ديسك انكريبشن. Most of the Linux distributions will allow you to encrypt your disks before installation. طبعا اي حاجة بنديرها من قبل ندير انستول بالسيستم بتاعي. Disk encryption is important in case of theft because the person who stole your computer won't be able to read your data if they connect the hard disk to their machine. يعني انا كان جهازي اختنق ما يقدرش يحصل حاجة بالداتا بتاعي لان انا مدير له انكريبشن وبستعمل باسورد قوي، فذلك ما الشخص اللي خنبه مثلا ما يقدرش يطلع منه اي داتا. ما تقدرش ديسك انكريبشن ما تقدرش تنزله مره ثانيه. هذه حاجه ضروري نديرها. حاجه ثانيه، وعليكم السلام ورحمه الله. حاجه ثانيه ضروري نديرها، ضروري نشفر جميع انواع الكوميونيكيشن للسيرفر. اي اتصال خاص طالع من السيرفر ضروري يكون مشفر، تمام. الا في حالات انت عندك ثقه هربه في الشبكه بتاعك، لكن انا نقول بيست براكتس انك ديما تشفر. التشفير شو معناها؟ يعني اي حاجه ترانسميت اوفر ذا نتورك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هنا بما ان اي داتا ترانسميت اوفر ذا نتورك از اوبن تو مونيتورينج، يعني كان هي مش مشفره، اي حد يقدر يتحصل عليها. شنو هي الداتا؟ الكونتنت بتاع الداتا بتاعي. ضروري ان نشفر الترانسميشن داتا ونيفر باسبل وذا باسورد اور يوزنج كيز، تمام. يعني زي ما شفنا احنا مثلا في السيتش يوزنج كيز از كونسيدر مور سكيور ذان يوزنج باسورد، تمام. لكن انت ضروري تشفر، ضروري الداتا تكون مشفره بس مش على النتورك. هذه ضروري تديرها كانك انت تبي تامن نفسك اكثر، كان ما ديرهاش هي اي حد على النتورك بتاعك او اوفر ذا نتورك. اوفر ذا انترنت يقدر يحصل كوبي من شنو يتبع شنو يستقبل عن انت ولا كيف خاش على السيرفر بتاعك، او يدير هايجاك الاستيشن بتاعك كلها مره واحده ويخش هزيمه. تبي تستعمل حاجات زي اس سي بي، اس اس اتش، ار سينك اور اس اف تي بي فور فايل ترانسفير، مش يكون سكيور فايل ترانسفير. يو كان اولسو ماونت ريموت سيرفر فايل سيستم اور يور هوم دايركتوري يوزنج سبيشال اس اس اتش اف اس اند فيوز تولز، زي ما استعملنا اس اتش اف اس المره الاولى. يعني انا ندير هاردن سكيور اس اس اتش سيرفر، نخش عليه باستعمال كيز، ندير جميع الجود براكتسز بتاع الاس اس اتش، بعدين نستعمل اس اس اتش اف اس اللي هو اس اف تي بي اوفر اس اس اتش، وتقدر تدير له حتى ماونت الفايل سيستم ريموت فايل سيستم. الطريقة هي كويس، ما تستعملش حاجة مش انكريبتد. نشوفوا شنو هما البرامج اللي المفروض ما نستعملهمش. جنو برايفسي جارد دون عليه قبل، تشفر به ملفات معينه او تشفر به مسج معينه بسببها مثلا الايميل، تمام. جنو برايفسي جارد allows you to encrypt and sign your data and communications. Features a versatile key management system as well as an access modules. جربناها. As access modules for all kinds of public key directories. جربنا جنو برايفسي جارد، جربناها اكثر من مره. باذن الله سهل بسيط استعمال. يدعم كيز يدعم باسورد، كيز ضروري احسن من باسورد. نعم كي جنريتر هذاك باش دينا الستش. لا هذا جنو برايفسي جارد، احنا ندعو على الانكربشن ان جنرال، بس دير انكربشن. انا شني بنستعمل النت، نبعث لك رساله او بنتصل بسيرفر معين، بنتصل بسيرفر او حاجه زي هيك، شو بندير؟ متى ما نستعملش تلنت ولا حاجه مش متوفره نستعمل اس اس اتش مش نتصل به. لما ندير فايل ترانسفير ما نستعملش اف تي بي، نستعمل اس اس اتش اس اس اتش اف اس، تمام، باش يكون متوفر الاتصال بتاعي. لما بنبعث فايل ولا بنبعث ايميل بدها تفصل حاجه حساسه، المفروض لكل الكوميونيكيشن بتاعنا ضروري نتاكد ان هي انكربتد. كيف ندير انكربتد؟ عن طريق جنو برايفسي جارد جي بي جي متوفره، يا عن طريق باسورد يا تلف. ممنوع ممنوع نت سكيور، ممنوع تستعمل تليفون والاف تي بي. ف بنستعمل جنو برايفسي جارد باش نبعد مثلا فايل اوفر انسكيور ميديا، كان انا مثلا بنبعث اللي روحي باش نمشي مثلا في الشغل نستلمه يمكن شفره بباسورد، كان انا بنبعث اللي شخص الاحسن ان نستعمله بوبليك كي كريبتوغرافي. سامحوني انا صرت غلط.
اوكي او السي في هذا الشكل اللي هو اما باراجراف بدايه الصفحه الثانيه هاني تمام السي في زي السيرفيس كوماند هو ما يديرش في ماونت يدير في كوبي هو زي ما تقول السيتش كوبي يدير كوبي يدير كوبي لفايل بكوماند واحد يتصل بالسيرفر يدير كوبي للفايل يا الى يا من السيرفر ويحطه هو ما تبي ويوقف ما يديرش ما يخليش ما يرجعش ماونت وان تايم شوت نفسه لكن انت لما تستعمل السيتش فيس تدير له ماونت وهذاك مش حيدير له ماونت ارسنك تحتوي كوبي بيست اوبن في بي ان حاجه ثانيه ممكن نقولها اذا كوست افكتيف لايت ويت اس اس ال في بي ان انذر اوبشن از تو تراي اوت ثينك ذات يوز از تانلينج اند انكريبشن تو كريت ا سكيور برايفت نتورك بتوين هوست اون ذا انترنت اور برايفت اند سكيور لان يعني انا عندي نتورك انسكيور ممكن تكون لان ممكن تكون وان ممكن تكون ذا اكشوال انترنت انا ما عنديش فيها ثقه ونبي مثلا بنتصل بجهاز مثلا هو ما مش معد باش يدير سيرف لتوالات يوزرز مثلا الجهاز هو بيخدمني هنا بس او ناس معينين قله مثلا نقدر ندير في بي ان تانل من سيرفر لسيرفر يعني خلال نتورك هي او اوفر ذا انترنت وعليكم السلام ورحمه الله ويكون عندي سكيور تانل بالاس اس ال ونقدر نستعمل سيرتيفيكتس كيز والباسوردز وكل شيء بالاوبن في بي ان اللي هو طبعا برنامج free and open source software يعني يعتبر موثوق لحد ما انا ديما عندي زي ما نقول ما فيفرت في بي ان سيرفر بروجرام يدعم حتى اندرويد ويندوز وكل شيء ماك واي حاجه تمام فهذه بالنسبه لي اوبن في بي ان تمام يعني اهم حاجه من اللي نفهمها من السلايد هي انه ضروري الداتا كوميونيكيشنز كلها تكون انكربتد في السيرفر بتاعي لان اي حاجه مش انكريبتد از اوبن تو مونيتورنج مش غير مونيتورنج مونيتورنج يمكن حتى يغير فيها الداتا اللي انا بعتها توصلني معلومه غلط يعني ضروري تصفر كل شيء باسورد يا كيس تفضل سؤال مش مضمن ليه علاقه بالموضوع مثلا انا عندي ابلكيشنز بابلشات على مثلا ابلكيشنز مثلا بابل شات على ايش اسمه على اباتشي ما فهمتش الكلمه بابل شات بابل شات على اباتشي كيف بدي في كيف بدي انكريبت اباتشي نفسها اكيد عن طريق الاباتشي نفسه تقدر تستعمل اس اس ال وتعطيه سيرتيفيكت ويبدا يستعمل فيها في شيء ثاني خالص هذا هيك تخدم نت الاس اس ال اللي يديروا فيه بالسيرتيفيكت هذه حاجه ستاندرد لان احنا كنا نستعمل في براوزرز نستعمل في اوبن تكنولوجيز بس تكون يعني اي واحد يقدر يدير براوزر واي واحد يقدر يدير موقع كلهم يتصلوا مع بعض لذلك ما بدكش تطلع الستاندرد هذا تقدر لكن تدعمه يعني بيقولوا اقل ناس تدعمه اي حاجه تقدر تديرها تقدر السيتش تانل تقدر بي ان تانل نفس الدور شويه تقدر اي حاجه كلها هي هم الكلام كده يفضل ان فينا يكون في سيرفر ثاني لشنو؟ الابلكيشن ما فهمتش يكون في سيرفر ثاني خط السيرفر الرئيسي لشنو؟ يكون في تانل بيناتهم لا هذه لما انا نبي نتصل بسيرفر قلت لك مثلا انا سيرفر او مش ويب سيرفر مش مداير مثلا موقع فيسبوك دوت كوم وندعم فيه مليون مستخدم انا عندي مثلا سيرفر هو للشركه بتاعي بس الشركه بتاعي يخدم فيها 10 نفر ما نبيش نخليه بابليك بورت 80443 كطول نبي ندير في بي ان مثلا هذه مثلا ما عنديش هالبيوزرز حاجه هي مثلا برايفت شويه ويمكن تستعملها حتى من غير النت يعني فاست سكيور لا مرات احنا عندنا نتورك كبيره هلبا يمكن زمانها واير بس يمكن جيوغرافيك كبيره شويه يمكن تدير اوبن في بي ان عليها ما يبيش مش ضروري نت اي نتورك اي مبنى كبير اي حاجه يعني هذا هو نبي نتعلم من السلايد هي ان كل شيء ضروري يكون انكربتد يا باسورد زي كيز وكيز احسن من باسورد نبي نعرف شنو البرامج اللي اوكي نستعملها والبرامج اللي مش اوكي نستعملها ونبي نستعمل جنوب بي جي لما نبي نبعد حاجه اوفر سكيور ميديا زي الايميل ولا مثلا فيسبوك واتساب مسجز ولا اي حاجه نشفر الكوميونيكيشن تاعي تمام يمكن حتى نستعملها باش ندير ايدنتيتيز وندير ساين لمسج ما نديرهاش انكريبت باش مثلا انا في النت يعرفوني هنا يتاكدوا من المعلومه اللي شاركها مثلا تبي تحط
لينك لابديت جديده للسوفت وير بتاعك ضروري بدير لها ساين ب جي بي جي كي بتاعك بي جي بي كي بتاعك حتى لك بينو بي جي و باش يعرفوا اليوزرز بتاعك ان هذه طلعت من جهازك انت الا كان انت هكروك بدون الكي بتاعك يعني صعب ان يديروها فلذلك بيتاكدوا من المعلومه اللي كتبت يديروا فيها مثلا باش يحط الشاسم كي بتاع الشاسم بتاع فايل معين مثلا هتلقوهم يديروا لهم ديما في ساين يعني جود ايديا كان سايبر سكيورتي ولا اي تكنولوجي كومباني ان كنا يكون عندنا بي جي بي كيز باش نديروا فيريفيكيشن للميسج تويتر مثلا اوبن في بين زي ما قلنا لما نتورك مش تراستي اوفر ذا انترنت ولا اي نستعمله باش نقص الاكسبوجر بتاع السيرفيس بتاعنا السلايد الثانية ديبلي كونكت السلايد الأولى avoid using FTP, Telnet, R-Login, RSH services on Linux تمام هذه السيرفيس كلهم insecure services unencrypted وفيري اوديتد المفروض ما عادش نستعملوهم زي الـ FTP والتلنت والـ R-Login والـ RSH عندهم most network configurations usernames, passwords FTP, Telnet, RSH commands are transferred files can be captured by anyone on the same network using a packet snipper. The common solution to this problem is to use either OpenSSH, SFTP or FTPS, FTP over SSL, which adds SSL or TLS encryption to FTP. And ضروري ما استعملش أي برنامج بطبيعته هو insecure, ما استعملش في الانكريبشن, يمكن الداتا بتاعها كلها تصير لها كابتشر, يمكن الاتاكر يغير في الداتا هي قبل لا توصلني, توصلني فولس مسجز مثلا. ولا اوت سيستم كومبرومايز مثلا كلها تصير من حاجة هي عندي هنا كذا سيرفيس ان انكربتد سيرفيس يعني هنا لما ببعت باسورد بتاعي ببعت ان انكربتد الاكسس بتاعي كلها ان انكربتد سيشن نفسها كود بي هاي جاك الانفورميشن جون اوفر السيشن كان بي كابتشر اند كان بي تشينجد باي ماليشيس اكترز اون ذا نتورك يا اون ذا سيم نتورك بتاعك يا في الطريق بتاعك تتحكم بالراوترات والحاجات في الطريق فضروري ان ما نستعملش سيرفيسز زي ما FTP, Telnet, R-Login و RSH services لانهما سيرفيسز they insecure ضروري ما نستعملهمش ضروري نستعمل سيرفيسز اللي هما سكيور اللي بدونا عليهم قبل او هما مثلا انا يعني بدير فايل ترانسبورت نستعمل OpenSSH, SFTP, FTPS, FTP over SSH ولا حاجه ثانيه من ضروري تكون حاجه كويسه ما يتمش التعديل عليها ما يتمش التعديل عليها ما يخش حد السيستم تاعي ما يحصلش الباسورد تاعي وهكذا مش nothing bad happens ضروري تعرف شنو ندير ما تستعملش برامج اللي مش مشفرة مش توصل الجهاز بتاعك شو عقلون نزول ولا يمشي هو يمشي لجميلك احنا هذا جهاز اللي قال اليوم يمشي على اي جهاز اي حاجه ممكن تقدر حتى تشوف صغير كل هناك برامج يختلفوا من ولا هما بروتوكولات ستاندرد فموجودين حتى في الويندوز لكن تتلت وفتيبو لكن ضرور نستعملهمش يمشي في اي مكان بس نستعملش في تيبي في الويندوز زي ما نستعملهاش على لينكس نفس الطريق نفس السبب تمام هنا باك ابس اوكي باك ابس هاف سو ماني ادفانتجز ان كيس اوف ا دامج سيستم bugs in OS updates. For important servers, the backup needs to be transferred off-site in case of a disaster. Okay, if I have a disaster recovery site, big data event, you can call secure location. Backup needs to be managed as well. For example, how long do you keep the old backups, and when do we need to backup ourselves? Every day, every week, every month, backup. يعني بتفكر فيها وبتكتب لها مثلا سكريبت ولا تستعمل برنامج موجود ضروري تدير باك اب ضروري تكون اوف سايد على حسب انت قديش مهم السيستم بتاعك هو يمكن طبعا دير بارتيشنز كل بارتيشن تحطها في مكان معين ستورج على حسب انت السيتويشن بتاعك كل واحد يعرف السيناريو اللي هو فيه السيتويشن اللي هو فيها السيناريو يمشي معاك تمام ضروري يكون عندك باك اب اه
اوكي. في حاجه ثانيه بوت دايركتري سلاش بوت، هو ما نحطوا فيه الحاجات اللي علاقه بالبوت، بوت فايلز بتاع لينكس. The boot directory contains important files related to the Linux kernel. So you need to make sure that this directory is locked down to read only permissions. كيف ندير ركي نشبح في الاف ستاب بتاع الاف ستاب فايل نشوف البوت دايركتوري mounted as RO permissions write read only الاف ستاب. يمكن في further steps انك تدير اللوكال اكتر لكن مش حنخلوهم. واضح بالنسبة للوكين ذا بوت دايركتوري. بالعودة ريد اون لليوزر شوية بس داشن البوت اوكي شوية بس. بوت دايركتوري فصلة امبورتنت فايلز لللينكس. مين يسأله هو سؤال؟ البوت دايركتوري فيه امبورتنت فايلز في لينكس كارنر. تمام. يعني احنا ضروري نتأكدوا ان الدايركتوري هو لوك داون تو ريد اونلي، ضروري الدايركتوري هو ما يتغير فيه شيء. مثلا من يوزر ثاني ما يعرفش او جرب حاجه او حاجه بالغلط او برنامج مثلا نزلته يغير في حاجه في البوت، نبي نعرف انا ما نبيش يتغير طول، ضروري في اكسترا ستيبس نديرها باش نخليه رايتبل. فلذلك بالديفولت تبي تخليه ديما ريد اونلي. كيف نتاكد هل هو ريد اونلي ولا لا؟ عن طريق الاف ستاب فايل تقريبا سلاش دي سي سلاش اف ستاب تشوفها البوت دايركتوري ماونتد از ريد اونلي ار او في الاوبشنز الاخيره في نهايه السطر. نعم فايل اسمه ستاتش تي سي سلاش اف ستار تمام. تو نشوفوا بعد شوية حاجة ثانية ضروري نديرها ندير ديسيبل اليو اس بي ستورج. هي يمكن كانك انت تصنع فيك ديسك توب ممكن ما تبيش تديرها لكن كسيرفر تبي تديرها في العادة يعني تبي بدك كان بيرمتها سيرفر تبي تنحي الابيليتي انه يدير ماونت لاي يو اس بي ستورج ولا انه يقراها مره واحده. مفيش تركب حاجه مثلا بيخدم ماوس ولا كيبورد وخلاص يو اس بي ستورج. لكن المفروض على حسب حاجتك مرات تبي تديرها حتى تستحق المفروض زي ما تبي. لكن هي الستب هي تقريبا ريكوايرز ريبوت هي اوكي. المهم زي ما قلت انت كانك تستحقها مرات ما تبيش تديرها كانك ما تستحقهاش المفروض تديرها احسن. نعرف قديش فيه vulnerabilities في USB اوكي احسن حاجه تسكرها. واحده من الطرق بتقدر تسكرها في موديل درايفر موديل اسمه USB storage عندي في جهازي على حسب انت جهاز كيف يكون. حاجه ثانيه دير له بلاك ليست في فايل دير فيه بلاك ليست درايفر موديلز في الكرنل دير لهم بلاك ليست ماشي يخدم دير له ريبوت ماشي دير له لودنج في الكرنل درايفر اذا ما عندكش درايفر اللي USB storage مش فايل هذا اسم موديل درايفر موديل موجود في الكرنل داخل الكرنل في لينكس. لينكس كرنل نفسه فصله موديل اسمه يو اس بي اندرسكور ستورج دير له بلاك ليست. دير له معاش يدير لود ان شاء الله تنديره ان شاء الله. هاي فبنديره ديسيبل يو اس بي ستورج. حاجة ثانية نبغى نديروها نبغى نديرو تشيك للانستول باكج تبي تتأكد شنو عندك نازل شنو ما عندكش نازل في حاجة انت ما تبيهاش تبي تمسحها مثلا. فبتعرض جميع الباكجز اللي عندك نازلات في لينكس اوبريت سيستم تاعك اند ريموف ذا انسيسري ونز. يو نيد تو بي فيري ستريكت اوف ذا هوست يو تراين تو هاردن از ا سيرفر بيكوز سيرفرز نيد ذا ليست نمبر اوف ابلكيشنز اند سيرفيسز انستولد اون ذيم. بكل اي اكثر من سبب السيرفر المفروض يكون فيه اقل عدد من البرامج والسيرفيس اللي نزلت عليه لريزنز لهم علاقه بالبرفورمانس والسكيورتي بالظبط. فالمفروض اي برنامج ما نحتاجهاش نمسحه لان هيك يزيد في الاتاك سيرفيس بتاعك. فلذلك المفروض نحيه زي ما نعرف احنا يمكن اي برنامج يطلع فيه اي فولنربيلتي في اي وقت. فانا ما دبي ما عنديش برنامج ما نحتاجهاش على الاقل بس لو كانت عندك فولنربيلتي هذا برنامج محتاجه تدير له ابديت وتدير حل. قلنا هذه checking for installed packages. نبغى نشوف شو في عندي بورتات مفتوحة في السيستم. check for open ports. identifying open connections to the internet is a crucial mission. okay, it's very important to know which ports are open on my machine. فإن زوز كمان زي ما نتسات برنامج نتسات داش ANTP حيوريني جميع ports المفتوحات والcoming والoutgoing connections.
يعني يمكن عندي كونكشن مثلا سيرفر في الانترنت حيطلع لي البورت بتاع الورند بتاعي كان نبي هنا اللي لسننج بس ديرها هو بي ال دي يعطيني البورتات اللي مفتوحه لسننج اللي نسمع لهم انا والاول يعطي كزوز سكيورتي يعطيك بورت بتاعها لكن هو ليش علاقة بالفاير وول يمكن يبان لك مفتوح من عندك لكن هو مسكر عن طريق الفاير وول. سيرفس 5 هذا مش ممكن مش حيطلع لك بورت حتى هنا بيطلع كيف؟ مثلا ماسك مش حل عادي عندي سيرفس مثلا شغل ثاني على الجهاز تطلب المفروض في بورت معين على الجهاز تمام هي ما تشتغلش نبي نعرف هل هي وصلت البورت هو هل ممكن في مشكله بالبورت مسكر ايه مش شغال سيستم هي الشرط الاساسي السيرفس هي مستخدم من توصل البورت هو تمام انا نبي نشوف البورت هو مشكلته عليه قال لي انه ما تقبلش مش حتقدر تشوف البورت هو الا لما تخدم تخدمه من السطح حتى انا نفس الشيء هنا هنا ماليش علاقه انا نشوف شنو في بورت مفتوح تو مفتوح يعني في عليه سيرفس لسني سيرفس تتبع هذه ضروري لا متاع كل البروسس قصدك هذيك مختلفه هذاك بروسس انا نتكلموا على النتورك مش هتقدروا كل اللي تبي تعرف شنو هي السيرفس اللي فتحتهم وهذيك السيرفس تدير ستوب فيش كمان يسكر الكور تكي ضروري نسكر البرنامج اللي فاتح او تخليه مفتوح وتسكر عن طريق فاير وول مثلا ماشي الحال انا شفنا شو في اوبن بورت سكيور السيتش طبعا دوينا عليه من قبل السيتش السكيور But you should harden the service as well. You can also disable the switch. كان كده تبيش switch مثلاً زي ما خش عن طريق console. أحسن مرات. However, if you want to use it, then you have to change the default configurations of the switch. كان أنا بستعمل switch. ضروري نغير default configurations بتاعها. ضروري نزيد في security بتاع switch. قدر الإمكان. واحدة من الحاجات نغير ال default port number من 220 لحاجة ثانية. انا يمكن ما انصحكش ديرها 99 اذا بيت فوت 1000 الاولاد او 10000 بورت الاول لان هذوك ديما مش السكريبتس اللي يدوروا يديروا في اي بي سكان وبورت سكان ديما يدوروا في اول 1000 بورت او اول 10000 بورت باش يجي اسرع السكان يدوروا في كلها وبياخذ منها وقت اكثر انت تبي تشحور الهاكر اكثر من هذاك كل ما تطول الطريق كل ما مرات يفوت يمشي يدور حتى ثاني اسرع بتغير له اي حاجه مش ديفولت مش في اول مش النون بورت اول البورت يقول النون بورت ميك شور ذات روت كان نوت لوج ان ريموتلي ثرو السيتش زي ما قلنا المره الاولى فرمت روت لوج ان نوت ونقدر ندير الاو تو سبيسيفيك يوزرز بس نزيد ستانز الاو يوزرز ونعطيه مثلا اليوزر نيم تاع اليوزر زي ما قلنا نقدر ندير حتى الاو جروبس نعطيه جروب معينه وكل ما يوزرز اليوم يخشوا على طريق تزيدوا في الجروب هذيك. هذا نخشوا منين مرات عندما رفعت تخشوا في الجراش تحت ملعب لوك. تي سي سلاش سي سي. السيتش كونفيك. مو في الاخير السيتش دي كونفيك. السيتش دي كونفيك. واضح موضوع سكيور السيتش قد داوينا عليه من كويس لا؟ وشوف ديما لما بدي سكيور السيتش ولا السلايدز بتاعت السيتش هذوك فيهم دوا اكثر في اكثر من براكتس. السلايدز الثانية والفيديو تو كويس لينكس يوزر اكونتس اند سترونج باسورد بوليسي عندي يوزر اكونتس واليوزرز المفروض عندهم باسوردز ضروري ندير بوليسي الباسوردز مش نتاكد ان الباسورد بتاعي كويسات للاستخدام على حسب الحين نستخدمهم اوفر الانترنت ولا اللي هو نستعمل اليوزر اد واليوزر مود كوماندز تو كريت اند مينتين يوزر اكونتس تمام يعني عرفنا اليوزر اد بس نزيد بها اليوزر دايلوج دريفن كوماند واليوزر مود بس نحط يوزر في جروب مثلا او حاجه زي هيك كريت مينتين يوزر اكونت
make sure you have a good and strong password policy. For example, a good password includes at least 8 characters and a mixture of alphabets, numbers, and special characters, upper and lower alphabets, etc. Most importantly, pick a password that you can remember. يعني لما فرض password متفكره مش نكتبه في ورقة ولا حاجة. تمام. مفروض بس إنه يكتب في ولا مكانك في صورة فكرة في صورة صعب ومعقد وما ليش به علاقة ممكن يكون أكثر من كلمة راندم بشوي لكن تفكر ضروري يكون عندنا بس ليه ضروري يركز على أما يوزر في أما جروب وش إن البروفيلز اللي عندهم والبروفيشنز اللي عنده إيش أخبارات كان تبي تستعمل باسورد مانجر تبي تتأكد إنه هو free and open source و doesn't connect to the internet. حاجات زي. في حاجات لكن أنت المهم تأكد إنه هو يكون free and open source respects your privacy and doesn't connect to the internet. في منهم حتى تيجي تحطهم في السيرفر تاعك طريق مثلاً دوكر ولا حاجة وتستعمله مثلاً centralized multi-user وهذا. لكن تأكد إنه هو كويس ما يعني دوافع الديفلوبمنت تاع برامج هو كويسة برامج فري وأوبن سورس وأي حد يقدر يستعمله وما يقولش على الايدنتيتي تاعك ولا يتكلم في السيرفر تاعك من غير كذا حاجة زي هذا. والله يعني خاطمين عليه شوية سوفت ويرز أنا عن نفسي ما استعملش في أي باسورد إذا كان ما أدريش نعطيك ريكومنديشن معين. نعم؟ صعب برنامج اسمه فويس سودو فتحناه احنا ملفات لكن ما خشيناش فيه عم تكتب لكن وريتك ان فيه كانت تقدر تحط فيهم الالاود كوماندز والكوماندز اللي هم مش الالاود تقدر تغير الى سويتش يوزر تقدر تخليه مع الناس سويتش يوزر كويس لك تبي تزيد تقرا عليه شويه تمام عندنا ديسيبل انوانتد لينكس سيرفيسز مرات انا عندي سيرفيسز ديمنز مثلا الكوبس بتاع البرنتر والسيرفر ولا اي حاجه ثانيه انا ما بهاش في السيرفر بتاعي ضروري بنديرها ديسيبل اللي هم سيرفيسز اللي يخدموا في باك جراوند ممكن فيهم اوبن بورتس مش كلهم فيهم اوبن بورتس ممكن ما فيش اوبن بورتس لكن انا ضروري نطفي اي سيرفيس ما بهاش ضروري نديرها ديسيبل وستوب بالظبط ستوب باش هو يوقف توا وتسيب باش هو نكست بوت ما تخدمش وفور ذا مور المفروض نمسحها مره واحده ك ك كباكج نديرها ريموف باكج هيا كان انا ما بهاش بكره اي حاجه زي تقدر المطبقون عليها من قبل واهم اكثر لما هي سيرفس تمام زي ما اخذنا على سيرفس السيستم ستيل ديسيبل يدير لها ستوب ديسيبل وزوز نبي نديرو فاير وول باش نديرو فلتر لانوانتد ترافيك كونفجر فاير وول بفلتر انوانتد ترافيك يوز فاير وول بفلتر اوت ترافيك اند الاو اونلي نيسيسري ترافيك نخلي فقط الترافيك اللي ضروري من بها تخطو من مثلا السكشن تاع الجهاز هنا مثلا السيرفيس لليوزرز اللي نبيهم يخشوا عليها وهكذا مرات ثانية السيرفيس بتاعي نبي ندعم بها ليبيا بس مش ندعم بها برا يمكن نديرها في فاروال لما تخش الا اي بي تي بي مثلا ولا اي حاجة تبي تديرها مرات انت في نتورك كبيرة تبي تخلي جزء من نتورك تستعملها جزء ثاني لا مهم فقط نخلي النسيسري ترافيك فقط هي اللي تخطب اللي مش مهم مش ضروري من كل شيء من خدمات ما ونوقف عن طريق الفايل وان فلتر تمام ديما نبغوا نديروا براكتس ذا برنسبل اوف ليست بريفليج في برنسبل اسمها برنسبل اوف ليست بريفليج معناها ان انا ديما نعطي اقل برميشنز ممكنه لليوزر او السيرفيس او الحاجه هي باش تخدم هي 100% لكن الوجه هو نفس المول يعني ما نعطيش هنا بريفليج ولا بيرميشنز يدير حاجات اكثر من اللي يحتاجها قد ما يحتاج بالضبط سواء هو يوزر او كمبيوتر او اي حاجه
or process. The principle that a security architecture should be designed so that each entity is granted the minimum system resources and authorizations that the entity needs to perform its function. يعني الانتيتي هي يعني بنشوف شنو هي اقل حاجه اقل سيستم ريسورسز اوثرايزيشنز تحتاجهم باش تكمل مهمتها 100% ونعطيها هذوك الحاجات بس من غير زياده باش كان صارت اي حاجه غلط تكون محدود الوقت هذاك. سكيور اند مونيتور نتورك اكتيفيتي حاجه ثانيه مهمه جدا ضروري ان النتورك بتاعي ناخذ وقتي في ان انا نخليها سكيور وفي نفس الوقت ضروري ندير لها مونيتورينج يعني ما نخليهاش من غير مونيتورينج يعني ضروري نشبك اللوكس ونشبك شو صاير في النتورك بتاعي بالضبط ونتاكد ان هي سكيور 100% اب تو ذا ستاندرد اللي انا نديه مثلا في الشركه بتاعي او في مكان العمل بتاعي او ما ضروري يكون ندير مونيتورينج اند سكيورين للنتورك ديفايسز اند ترافيك تو ميتيجيت فولنربيلتيز ثريتس اند بوتنشال فور بريتشز. Regularly monitor your networks for abnormal activity that might indicate a new threat. يعني ضروري نشوف أنا مرة نعرف إن كان في أي activity تبان abnormal مش طبيعية ضروري نحقق الموضوع ونشبح نفهم شو صاير. وعلى ضوء نعم كيف نديرها من التولز؟ على حسب أنت ما شو ندير ما على حسب أنت نتورك هذا موضوع فرع من لينكس بوكس بتاعك. على حسب انت كيف الستراكشر بتاعك. اكيد انا مش حديرها مانوال يعني بخش ندير بمانوال حاجه تشوف عن طريق الجرافيك ولا تشوف عن طريق لا عادي يمكن على حسب بس هل المنطقي انك انت بتلعب شويه وتدير سكريبت يمكن تدير سكريبت لما حاجه تصير بري ديفايند نيبتك ولا حاجه كنت مرات تبي تسكرهم فارول كان كنت تعرف بالضبط شنو هو السيناريو اللي يمكن يكون غريب يمكن تسكره مره واحده عن طريق فاير وول يا حاجه زي هيك كان كنت عندك الراوتر بتاعك تقدر تدير له مثلا بروجرامبل سكريبت مثلا بايثون ولا حاجه زي هيك كان كنت عرفت الحاجه اللي هي غريبه ما تبقاش تصير يمكن هي تدير لها دروب طول من غير ما يكلمك ولا حاجه مش تستناها تصير مثلا هذا علاش هي حاجات ابنورمال اكتيفيتي يعني ضروري نقول بني ادم يشوفها ويكتشفها ان هي ابنورمال يعني حاجه انت مش متوقعها. موضوع كبير شوية في هلبة احتمالات مهم ضروري من تدير سكيورنج للنتورك بتاعك وضروري تخش تدير مرات حاجة مقبولة من جهة ولكن من جهة ثانية غير مقبولة ما يعرفش ما تقدرش تسكرها بكرة ولا ما يعرفش بعدها كده بدير مونيتور بالضبط ضروري تدير مونيتور لازم أظن لازم زي موضوع الفرنبيلتي طبعا كان دول سيكون. ايه. الكود معين. ايه. ضروري حالات. هاي هم في القصر هم جاي. ايه بالضبط. صحيح. لازم احد يتابع يعني. ايه. ضروري تشوف بنفسك تحقق في الموضوع وتطلع بنتيجة على ضوء يمكن تدير تغييرات. كل السيتويشن مختلف. في احتمالات كبيرة هلا. هذا بالنسبة للنتورك اكتيفيتي بتاعك. Minimize software footprint. قلناها قبل ثلاث مرات. Only install software necessary for a given system. Unneeded and/or unused software increases the security risk and potential threat vectors. كل ما نزيد البرامج مش محتاجها أنا ولا مش مستعملها نكبر في الأتاك فيكتور بتاعي. يمكن الأتاك يهجم عليه. كل ما نقص عليه البرامج هي كل ما أحسن لي. حاجة أخيرة نبي ديما نكون up to date with security practices and news. في مواقع يمكن نخش عليهم باش نشوف شو في حاجات جديدة طالعة vulnerabilities جديدة أي news جديدة في أول أربع مواقع مواقع مشهورة شوية learn.security.org وهكذا يمكن نجي نشوفوه. يعطيك إيميلات
لما تدير سبسكرايب هنا يعطيك ايميلات وادفايسريز ومونتي نيوزليترز. تمام. لينك هي امريكا سايبر ديفنس ايجنسي يعطيك نون اكسبلويتد فولنربيلتيز دايلوج تشوف النون فولنربيلتيز هنا تشوف فولنربيلتي نازله امس الابل ديفايسز حتى ديفايس معها كومبرومايز اي او اس ايباد او اس اند ماك او اس اوكي فولنربيلتي نيم عندك بوفر اوفر فلو فولنربيلتيز في الايمج اي او في الثلاثه هذه امس نازله كلهم كونتينر بفر اوفر فلو فولنربيلتي ان امج اي او وين بروسيسنج ماليشيسلي كرافتد امج هذا طبعا معروف نزل في اي او اس 16.6 داروا له باتش 16.6.1 كبيره هالبا فولنربيلتي هي كرافتد امج ميلي تو كود اكسكيوشن هذه طبعا زيرو كليب فولنربيلتي انا قريت عليها من قبل تمام عن طريق اي مسج واي حاجه ثانيه ممكن تمشي حتى على الواتساب هو السي في ام تحت Apple mitigations, prevent instructions or discontinue the use of products with medications unavailable. Due date ضروري الشهر الجاي تكون دايرة واحد وفي support tickets تحت. فهذه كوكي هذا كتالوج فيه exploited vulnerabilities. بدينا بالتاريخ في واحدة هنا Apache. عندك هنا description several components of Apache RocketMQ including name server, broker and controller. Are exposed to the extranet and lack permission verification. An attacker can exploit this vulnerability by using the update configuration function to execute commands as the system users that RocketMQ is running. يعني هذه واحدة من الحاجات ضروري السيرفيسز نتاعك ما يستخدموش روت، ضروري يديرهم يوزر بروحهم. زي هنا كان نعمل RocketMQ مخدمة از روت ولوا روت الأتاكر هنا. نعرف روت. Achieve the same effect by forging RocketMQ protocol contract. وهكذا هذه تبع الاباتشي طالعه سكولي فاير هكذا في حاجات وين رار اوبن فاير سنتري في ام ادوبي كولد فيوجن سيتريكس مايكروسوفت نت كور فيجوال ستوديو شادي فاير كونتين ان انسبيسيفايد فولنربيلتي ذات الاوز فور دينايل اوف سيرفيس وهكذا في مجموعه كبيره مكتوب انه تؤدي الى دينايل اوف سيرفيس في المايكروسوفت دوت نت كور اند فيجوال ستوديو وهذا اللينك بتاعها نازل الشهر اللي فات وهكذا في نست مليح حتى هو موقع هو بيكون في نست حتى هي يونايتد ستيتس هذه امريكا سايبر ديفنس ايجنسي سايبر سكيورتي انفستراكشر سكيورتي ايجنسي او الاوفيشال ويب سايت اوف ذا يونايتد ستيتس جفرمنت اوكي هذا حتى هو الناشونال فولنربيلتي داتابيس ام في دي هما لاست 20 سكور فولنربيلتيز اي ديز اند سامونز اي سي ام اس فولنربيلت كروس سايت ورجن الرمز الاول اللي شنو شير اي رمز هذا هذا زي ما تقول جلوبال ايدنتيفاير هو فصل السي في اي وفصل السنه وبعدين رقم هذا تقريبا الترقيمه هو عن طريق نست نفسه نست دوت هم اللي رقموا في البرامج تقريبا هم اللي رقموا فيهم هم هي زي ما تقول سيرفيس موجود عليها ما هي الشركه نفسها تاعها لا انت تقدر تسميت عندك هذا قديم بكل موقع لي اكثر من 25 سنه الناس يديروا سبميت هذه هم نفسهم انا نحكي المثل هذا هي داخل تاع مايكروسوفت هم مايكروسوفت يكتبوا هنا المحميه عنه اي حد يمكن شركه نفسها في ناس ثانيه مثل شركات مختصه في الجو هذا كلهم هذا ناشونال فولنربيلتي داتابيز وهكذا تبي تدير دورة في موقع ممكن تتعلم حاجات يمكن تختم عليك حاجه انت ما تعرفهاش من قبل وهكذا ايه
تفكرين على ليبيا. في موقع اسمه لينكس سيكيورتي ما هوش يعني حاجة أوفيشال هلبة زي التانيين زي الفورم هو، لكن فصله حتى هو أخبار كويسة، فصله كشوية أرتيكلز وحاجات كي هاو توز وكي كويس يعتبر شوية موقع تدي لك التريبيوت. تجيبوا أي حاجة tips how to's frequent asked questions تقدر تشارك وتحطوا لهم حاجات ينشروها. تمام تقدر تزيد articles وتدير أي حاجة، هذا يعني حاجة تعتبر حتى للكوميونتي. أوكي شن تاني نقدر ندير؟ نقدر ندير check مع أي forums أو social media sites فيهم quotes and security researches. تمام يعني انا مش مقيد بالقائمه هي، في عده ويب سايت ثانيه ممكن حتى فورمز السوشيال ميديا سايت فيهم كوميونتي معين من السكيورتي ريسيرشز، ويمكن تحصل حتى مثلا جود براكتس حاجه زي هي مازال احسن من كان بدور. النقطه الاخيره فاين النوت كتبتها بكري ان اولويز ريد اباوت بيست سكيورتي براكتسز فور يور سيتويشن to find more steps that you can take to further harden your system. You can read manuals and documentation supplied by the developers of the software you use, or get more resources by searching for community blogs and posts and dedicated websites of security. أنا نادي ما ندور شنو الأحسن security practice نقدر نديرها في situation اللي أنا عايشة توا، المهمة اللي أنا توا بخص عليها ضروري نقرأ شنو أحسن طريقة نقدر نكمل بها المشروع اللي في ايدي، عشان احسن جود براكتس اللي نديرها في موضوع سكيورتي الموضوع اللي ندير فيه. وباش ندير هيك نقدر نقرا مانوالز ودوكيومنتيشنز من الديفلوبرز السوفت وير اللي نستعمل فيه، السوفت وير اللي نستعمل فيه انكلودنج الاوبريتنج سيستم اند هول الكيرنل والبروسيسز والباتشز اللي نستعمل فيهم، ونقدر نزيد نحصل ريسيرش ثانيات بس لما نقرا في البلوجز اللي دايرينهم الناس في الكوميونتي وبوستس في مثلا سوشيال ميديا سايتس او فورمز او ديديكيتد ويب سايتس تو سكيورتي. نقدر نقرا من غادي باش نزيد نطور نفسي في موضوع سكيورتي، نعرف ناس ثانيين اللي عندهم اللي عايشين في نفس السيتويشن اللي عايش فيه هنا كيف يتصرفوا وهكذا، يعني نستفيدوا من تجارب بعض نقول عن طريق ان السوشيال ميديا والبلوجز والسكيورتي ويب سايتس. وهذا هو بالنسبه للبرزنتيشن تاع اليوم. نقدر نشوفوا شو نقدر نديروا من حاجات في السيستم اللي هو نزلناه لايف. نبو كابل تانيتو وراك عرب في وقت لا طول كله هو احسن لا
لا لا بالضبط هم تقريبا مش مطلوبة هيك فما لقيتها كتست كيس فقدرت عليها خطأ بس لكن هل هي مطلوبة؟ هي تقريبا مش مطلوبة بس لكن أنا لقيتها كتست كيس مطلوبة في أفراد لكن الأعمال مش مطلوبة فأنا قدرت عليها خطأ خلاص هي ما تطلبش منك تفكر وتفتح هذا لك مشتركين بكري ما طلبتش غلط أكيد يعني مثلا خدمة شراء قروض وكذا لما صاروا حقوق تقنية كلنا تطلب منك متأخرة هي هذه أنا هي هذه غادي لقيتها كيف كيف محطوطة في النموذج ولكن غادي ما تطلعش وجربت حتى الساعة النص اللي فاتت اللي محطوطة فوق بس نفس الشيء ما تطلبش غادي وعلى الأغلب هي المفروض أصلا حاجة حكام أو تحتاج شغل يتصور زبون باش تجيبها تستعيد كنا كثرنا سمعنا على الأغلب فما ممكن حتى تتنحى حتى تشتغل أنا نزلت على خطة وخرجت لما لقيتها مخطوطة زيد راجع المواد مثلا عن المشروع ولا عن المبرمجين شنو بالضبط يعني تبقى معهم ملك الكتاب شو متى بنعوذك؟ الادفايس من الصفحة الثانية الصفحة الأخيرة لا 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 الأولى ما دخلناش عليها بتاع الفايس تقريبا تمام عندك بداية السيشن 7 تكلمنا عليه انه ضروري تكون اب تو ديت بالسوفت وير نيم في السيرفر بتاعك او في الديسك بتاعك او حاجة ضروري ديما دير له اب ديت as soon as possible بس تحمي نفسك ضد vulnerabilities يعني هنا ضروري لينكس ديستريبيوشن بتاعك وفي نفس الوقت السوفت وير اللي منزله فيه كله يكون عادي سبر قد الامكان تكسيره اوتوماتيك ولا مانوال ضروري نتاكد انك انت عادي سبر بالنسبه بايس بروتكشن ضروري تحمي البايس بتاع الهوست بتاعك في باسورد بس الاند يوزر ما يقدرش يغيره ويدير اوفرايد السكيورتي سيتنج بتاعك البايس ضروري انك تدير له باسورد معنا طبعا باسورد ماهوش حاجه كبيره هبه تقدر تنحي البطاريه الجهاز بيزوز معنا الباس ما هوش حاجة كبيرة لما تنحي البطارية هيهرب الإعداد بتاع البايس بتاعك تأكد من الباس بتاعك وتوقيت الجهاز بتاعك فهو ما هوش سترونج ميجر لكن ضروري دير بس تطول الطريق للأتاك شوية ضروري تسكر الباسورد وضروري تخليها بروتكتد من أي تشينجز جاية كل مصنع عنده طريقة معينة باش تخش على البايس بتاعك شورت معين كيس معين تخصها باش تخش على البايس و يعني الموضوع كده بس تلقى الكونفجريشن وين بالظبط لانك تبقى مفكر بروحها لكن باذن الله مش صعبة تدير شوية دورة خفيفة تلقى الادمنستريت باس وين حاجة ثانية تبي تديرها تبي تدير حساب الروتنج فروم اكسترنال ميديا ديفايس زي يو اس بي سي دي ودي في دي وغيرها في الجهاز اللي تبي تستعمله في السيرفر باش ما حدش يقدر يغيره من انه يستعمل الهارد ديسك الاساسي بتاعك اللي فيه الاس اس دي باش ما حدش يقدر يحط يو اس بي ستيك ويدير بوت الثاني ويجي عنده اكسس على الفايل بتاعك من غير علمك انت من غير اس اس بتاعك او اي شيء عارف ترى شويه السيرفرات الاخيرات فيهم حاجه ثانيه فيهم انترنال ويب سيرفر وتقدر تخش ريموتلي على البايس سيتنج اللي طبعا مش حاجه مليحه ابدا ومفروض يتسكرها نهائيا يا تغير ديفولت باسورد ضروري تنحي الديفولت باسورد تغير دي باسورد صعب ماذا بيك نحن نتذكرها مرة واحدة إلا كان كده محتاج أو على الأقل دي ريستريكت الأكسس تاعها عن طريق فاير وول هذه أدوانة أنه ضروري تدير إنكريبشن على الديسك بتاعك وضروري تدير إنكريبشن لجميع أنواع الكوميونيكيشن اللي في اللينكس سيرفر بتاعك عن طريق النتورك هي حاجة خاصة بطالع عن طريق النتورك كلها ضروري تشفر ضروري نستعمل باسورد زي كيس بالكيس أحسن من باسورد وفي برامج نقدر نستعملها زي ال SCP, SSH, RSync, SFTP وغيرها هما كويسات لأنه مستعمل في إنكريبشن مستعملش حاجة مستعملش في إنكريبشن وعندي جنوب بي جي كان أنا ضروري نستعمل حاجة
ميديا مش انكريبتد او مش تراستد فقلوب ايه نستعمله بس نشفر ملفات بتاعي او نشفر مسج معينه تكست بس نبعت عن طريق مثلا ايميل ولا فيسبوك ولا واتساب ولا اي حاجه. طب نستعمل قلوب ايزي ونستعمل اوبن في بي ان بس ندير في بي ان بين الاجهزه بس على حسب احتياجاتي. نعم مرات انا ما بيش ما عنديش مش اي حد بيستعمل السيرفيسز بتاعي فيمكن نديرهم اكتر سكيورتي عن طريق في بي ان سيرفر. خدم في بي ان سيرفر استعمل اوبن في بي ان ويخدم حتى من غير نت يعني حتى كان انا عندي لاين بالديفايس مني مدى شبكة كبيرة ومسترسة وما تستعملش عامة FTP إنترنت أو لوجين أو RSS أو أي سيرفيس تكون مش مكريبتي أما الستاندرد بتاع الانكريبشن بتاعها مش زي من البي نيم ما تستعملهاش ضروري. ضروري ندير باك أبس والباك أبس تكون أوف سايت بس إن كيس أوف ديزاستر تقدر تدير ميتيجيشن بروبلم. ضروري تفكر أمتى قديش تبي تخلي الباك أبس القديمة عندك و كل اللي داشتك يدير باك اب ضروري يدير لوك للبوت دايركتوري اللي هو سلاش بوت عن طريق مثلا الاستاب يكون فيه ريد اونلي. ضروري نوقف اليو اس بي ستورج نديرها ديسيبل. واحده من الطرق اللي هي نوقف موديل يو اس بي اندرسكور ستورج اللي هو الدرايفر موديل موجود في الكل حنوريك ان شاء الله طويل. هو سهل يقول لك البلاك ليست نحطها في فايل معين تكتب بلاك ليست يو اس بي اندرسكور موديل اندرسكور ستورج وبعدين تسعم برنامج اسمه مود برو. مود برو هو اللي بيمشي الكمبيوتر تكتب فيه انه هو هذا البلاك ليست سهلة في طريقة ننسى في مكان فايلات وين لكن طريقة نفسها بنام فيها صعبة تشيك ذا انستول باكجز ضروري تشيك على السيستم بتاعك شوف فصل باكجز شنو في شي حاجات زايدة ولا محتاجات ولا تستعملش فيها نحن ضروري تشيك شنو عندك اوبن بورتس عن طريق كوماند هنا تعرف في اوبن بورتس كوماند ثاني هو بتاع الليسننج بورتس بس لو الليسننج والكون كله كل سيشن مفتوح عليه تفضل سكيور السيش ضروري السيش بتاعك تغير الكونفجريشن بتاعه من ديفولت لحد سكيور اكتف زي ما تقول عليه المعرفات المعرفات تكون اكتف فيمكن تاخذ مثال زي كذا احسن يوزر اكاونت تسوي باس بوليسي زي ما تستعمل اليوزر اد باش تدير يوزرز يوزر مود باش تغير في اليوزرز زي ما تكون تزيدهم بجروب معين او حاجه زي هي وضروري تستعمل باسورد بوي جود باسورد انكلودز 8 كاركترز اتليست 8 كاركترز لون اند ميكسشر اوف الفابتس نمبر سبيشال كاركترز ابر اند لور الفابتس اتسترا. موست امبورتنت بيك ا باسورد ذات يو ريمبر ضروري تفكر باسورد ما تكتبهاش في ورقه ولا تستجبر في اي مكان. Disable unwanted Linux services ضروري مثلا سيرفيس انا ما بيش ننصحها على الاقل ندير لها disable الا كان نحتاجها كان ما نحتاجهاش بكره لان انا نمسحها بالراحه على حسب في الجهه ضروري ندير disable وستوب لان انا مش ناوي ندير ريبورت تمام. ضروري ندير فايروال ونفلتر اي ترافيك مش مهم عندي المهم اللي عندي اللي بيخطب بس خليه يخطب والباقي ما يدوراش. ضروري ندير خلي البرنسبل هو في دماغي برنسبل هو فيسبوك اي حاجه فيها تخدم سواء يوزر او بروجرام نعطيه اقل بريفليج يمكن واقل ريسورس ممكن باش ينفذ مهمته ما نعطيش حاجه زايده سكيور اند مونيتور نتورك كيف ضروري ندير مونيتورينج ندير سكيور نتورك بتاعي باش نحميها من فولنربيلتيز وثريتس وبوتنشال فور بريتشز ريجولرلي مونيتور يور نتورك for abnormal activity that might indicate a new threat. Minimize software footprints لما قلنا انك تنزل فقط حاجات ضرورية وضروري stay up to date with network أو with security practices and news عن طريق مثلا لينكس هما وهي موقع تاني انت يعجبك او عندك تقرا في الاخبار بتاع فيك تقرا على الاخبار وعلى الحاجات الفربيلتيز الجديدة اللي نازلة والابديتس بتاعهم والباتشز وش صار بالضبط وتقدر تنوع معرفتك شوية في الموضوع هذا وتقدر تزيد تشيك تقدر تشيك في فورم في السوشيال ميديا بس حسب بوست فروم سكيورتي ريسيرش وان فاينل نوت الا اولويز ريد اباوت بيست سكيورتي براكتسز فور يور سيتويشن يعني كل سيتويشن مختلف وكل سيتويشن تبي تدور له شنو هو احسن براكتسز بالنسبه للسيتويشن هذاك ما فيش وان سولوشن فيتس اول بس تحصل more steps that you can do and further harden your system.
تقدر تقرأ manuals و documentations supplied by developers of the software you use. Kernel and practice of subversive language, or get more resources by researching for community blogs and posts, and dedicated websites to security. Websites dedicated to security. يعني هنا يقدر حصل more resources مش نقدر عليهم بس على حسب situation تاعي or in general. زد إن cover معرفتي في الموضوع. هذا ملخص فيديو. اوكي عندي نتورك انا اب جاي نفتح تيرمونال دي مثلا بين وان دي مسار انا خشيت على السيرفر تبع تعرف السيتش بالكي من غير ما ندخل باسورد ونغير البورت بتاع وخشيت بيوزر معي فانا تو داخل في السيرفر شو نبي ندير مثلا نبي نشوف متى نبي ندير ابديت السيستم تاعي ندير مثلا ابديت السيستم ابديت انا طبعا ضروري يكون روت او عندي سودو بس نقدر ندير حاجه زي هذه ندير ابديت طبعا انت تقدر تزيد كوماند يوزر معينين من غير ما تعطيهم السيد بروفيس تعطيهم مثلا زي ما قلنا ابديت وابد ابجريد تقدر تديرهم في كوماند واحد بطريقه ابد ابديت اند ابد ابجريد وده شويه هذيك بس ما يسالكش يقول هل يس ولا لا موجودين الكات والحاجة زي مثلا اللي مش موجود ديما زي النانو مثلا الديسك في الانفايرمنت شو بسطة عشان حاجات الكات في جنوم مدل هو ما في انا انت قلت لما تختار البروجرام تنزلها وانا رجعت بيت تاني نسترش في فوق في الخيار تاع جنوم تختار هذا هو جنوم باين في فوق في تانيات سينمونو هو ديسكتوب انفايرمنت دقيقه بس ضروري تدير يعني هو قصده انك انت بتدير جوي ولا لا مش تختار لونه بعدين تختار نوعه في كذا نوع يعني كذا نوع حتى لو حبيت المفروض او حزك تقدر تنزل كذا خيار من ديسكتوب انفايرمنت انا نختار جنوم لان اكثر البرنامج مش تسمى مشهور لك في جنوم في سينمون في اكس اف سي في غيره في كثير كديم لا لا انك نزلت دوم وبعدين تبي تمسحها تقدر كيف شو تشد بالضبط والله تبي تقرا من عند الديفلوبر نفسه علاش لانه هو المواضيع الجنوم والديسكتوب انفايرمنت فصلها هلبا باكجز مع بعض مثلا في الفيدورا والسنتوس اوكي في حاجه اسمها جروب في اليوم بيديروا فيهم جروب مثلا جنوم جروب حاجه هي يمسحهم ولا ينزلهم كلهم مع بعض في الأول ما نعرفش كان فيه بالضبط لكن المهم في الدوكيومنتيشن تاع ديفلوبر نفسك كي تلقى ريسورس احسن تتحسس جدا تمام فانا هيك قدرت ابديت السيستم تاعي اوكي فيه باكجز تقدر تنزلهم يعطيك اوتو ابديت في ديبيان
تمام. بالنسبة للبايس بروتكشن هي درناها قبل بس تديرها تبي تكون يعني سيستم مطفي وتولع من جديد. من ضمن السيستم بنديرها توا احنا درناها قبل في بداية الكورس. هارد ديسك انكربشن. هارد ديسك انكربشن كيف نديرها؟ نديرها في الانستليشن دورنج انستليشن او بيفور انستليشن. لما انا بنزل لما بخش جهاز البارتيشن انه هيك بقول انا نبي الهارد ديسك انكربشن وبعدين ليتر اون الانستليشن حيث اني الباسورد شنو اللي ندير باسورد مليح وكبير وما نعطيش اللي حد باسورد اللي كان لكن ما ننساش وما نعرفش هل تقدر تغيره ولا لا بعدين يمكن ما تقدرش. ما يخزنش الباسورد باسورد ما فيش حتى ليه حتى هاش هو علاش على خاطر هو بيجرب بيدير ديكريبشن لفايل كان نجح ديكريبشن معناه ذا هو الباسورد فما حتى هاش ما فيش. نعم لا باسل باسل لان هذا انت الجهاز مطفي قاعد حتى نترك ما فيش ما فيش كيس انك تقدر باسل كبير هلا انا حاسب ذاكرتي فهذا اسم كريبتون ننصحك تديره طبعا هو يمكن ينقص شوي في سرعه الريدنج والرايت الديسك لكن عندك اس اس دي حتى الكيك الاخير ياكل كان باسل غير هو باسل غير قوي لكن مرات الكي تحكي انت مرات على public key و private key public key هنا نعطيك public key بتاعك يتسرب عادي يعرف ما يقدرش يخش على الحاجة اللي عندي الا كان عندي private key private key ما عمري استطلعت من جهاز في فرق لما public key و private key زي اللي نستعمل فيه في الاس تشتغل لكن هنا حاجة تانية في فرق ديما بين AES و public key encryption يعني انت هنا يشفر باش تفك تشفير بنفس الباسورد لكن ممكن حاجة مختلفة كيف public key to public تمام زي ما قلنا عندك ضروري تدير encryption للداتا كوميونيكيشن تاعك قلنا زي ما قلنا احنا نستعمله في الستش نستعمله في اس اف تي بي باش نديروا حاجة ثانية يعني زي ما نقولوا احنا خلينا نشوفوا نفتحوا نيو تاب هنا نديروا history group SSH خاطر انا نسيت السيرفر نخش على السيرفر الثاني السيرفر الثاني قاعد بالباسورد احنا تو نبغى نشوفوا مثلا كيف الاسكتش شفت هنا عندي حاجات ما مفتوحه يعني هنا نستعمل في نفس اللي قلنا يمكن مش سكيور لكن احنا نستعمله فيه هنا لان انا نقول نتورك بتاعي تراستد وهو سيرفر خاص بالستورج وخاص عن طريق السيرفر زي كان بندير سكيور اكتر كده بنستعمل البرنامج هو كيبورس سنتيجرز كيربرس كيربرس بروتوكول فور اوثنتيكيتد سيرفيس ريكوست هو نقدر بروتوكول نقدر نزيدها لبعض السيرفيسز اللي هي مش سكيور باي ديفولت زي الـ NFS باش يولي سكيور يزيد الـ Authentication وهنا انا داير ماونتن اللي ستورج عن طريق الـ SSH بس داير ماونتن من السلاش هوم دايركتوري بتاع السيرفر اللي الثاني اللي هو داير الـ SSH Authentication تاعه بالكي سيرفر 1 بالسيرفر 2 عن طريق الـ SSH فهي تعتبر سكيور وهي مش سكيور على حسب نتورك في فرق يعني حاجة ثانية قلنا نقدر نستعمل جنوب بي جي خلينا نشوفه هنا اللي عندي هو عندي بخلي نمشي مثلا ب سلاش شير 2 ندير سي بي مسار 1 سلاش شير 2 سلاش مسار 1 اوكي فانا هنا في المسارات 1 خندير مثلا فايل
كيف عندي اشكاليه غادي مش عن طريقها توا لاني بنعرف اجي بشي كيف نستعمله هي ريفرش فقط انا الحين دايرين من قبل فنبي ندير نانو سيكريت بس نبي نكتب بس نبي نشوفه بجي بيجي انا ما نبيش نستعمل اي كيس نبي نستعمل باسورد فبنعطيه ذا سي بنشفر السيكرت مسج بباسفريز انا طبعا ما عنديش قوي فبيصير اختارني فبنكتب انا مسارات واحد لان انا ما عنديش نيه اطلع باسورد جديد يلي ري انتر وهيك انا شفر لي المسج خلى الملف الاول باي ديفولت يخليه فيه فانا بنمسح من هنا فتوا عندي السيكرت مسج بس كان نجي نعرض السيكرت مسج تطلع لي مشفره يعني بس نقراها باش نفك التشفير بندير جي بي جي داش دي سيكرت مسج للجي بي جي فطبعا زي ما قلنا الكي يكون ها كاشت الاول في كي كاشن سيرفيس تبع جي بي جي نقدر نطفيها انا طبعا نسيت كيف بالضبط خلينا نشوف هنا اللي سبب كي كاشن جي بي جي طفي السيشن وتولعها طفي السيشن فراح تمشي الامور لكن انا بدي ندور لكن ندور انا نقدر جي بي جي كوم تو يصير فيه الباسورد شنو هو تمام الباسورد انا قاعد افكر فيه وتو افتح لي المسجد تمام انا هنا شفرت الرساله بالطريقه هي انا نبي نحط الرساله هي في السيرفر غادي او بنبعثها بالايميل او اي حاجه ندير لها نحطها في السيرفر نسميها مثلا نفس الشيء سيكريت نت كريت ريجر فايل بيرميشن دينا شوي بس تنشوف شو صار انا اضطريت ندير روت باش يكتب غادي انت في السيستم تاعك مرات مش يكتب فتوا عندي سيكت مسج للـ بي جي بي شير تمام كنا بندير لها كات تكون نفسها مشفرة نقدر ندير لها سيكريت تعطيها لها شديد سيكريت مسج وقاعد الكاش دقة موجود ندير ندير هو كمان قدرتها بس ندير ريلود طبعا تقدر تدير حتى كونفجريشن يقول لي معش يخدم الكاشن يعني توا حاليا يقول لي اكتب باسورد نكتبه صح يعطيني المسج صح مثلا نجرب نديره غلط اوكي ديكريبشن فيل باد سيشن كي اوكي احتمال تقدير لداش او باش يكتبه في فايل ان سيكريت هيك مش هيك سبيسيفايد لداش داش اوت دكتور تبي تنسخه باش مهندس باش تطرف على السيرفر ثاني انا نسخته في سيرفر نبي نسيفه انه مش انكريبتد تو نسخته في سيرفر ثاني في نفس السيرفر اللي كان السيرفر الثاني لكن هو السيرفر الثاني ما مونتد عندي فدير بالسي بي بس كوماند سي بي درت كوماند سي بي از روت مكانه مش مونتد بدير الاس سي بي مثلا الاس سي بي فما عرفش خير الاوتبوت
أو يمكن دي الأوتبوت قبل دي. البرميشن اللي بشيك تبع هنا ممكن انا ندير للدي في مكان تاني مثلا في ستاش هوم سلاش مسار 2 سلاش سيكرت مسج. طبعا هو لما ضفت للدي بيقول لي ان انكريبتد ندير له مثلا التكست مسج فايل ودي سامحوني غلطت انا المفروض نكتب هنا سلاش هوم سلاش مسار 2 سلاش سيكرت غلطت درت الاوت في مكان فهيك ده المفروض ديكريبشن. خلينا نشوف وين سلاش هوم سلاش مسار 2 عندي ان سيكرت غادي نشوف شو مكتوب فصله كات ان سيكرت بيطلع لي ان المسج ان سيكرت هنا انا بتاع ديكريبشن حطيتها عندي جي بي جي يدعم استعمال الكيز good password for user account, make sure that all security issues are always fixed on your machine. Also employ intelligent physical protection to your machine. Consider to use a good passphrase as a last resort protection in your secret key in the case your machine gets stolen. يعني حتى الكي بتاعي يكون شفرة بباسورد. لما مثلا دير كي جن يسألني كان يكتب لي شفرة بباسورد كي جنريتر ستش كي جنريتر مثلا. It is important that your secret key is never leaked. Using an easy to carry around token or smart card with a secret key is often advisable. يعني يمكن حتى الكي اللي يفتح الكي بتاعك تقدره في فلاش درايف او حاجه زي مثلا او يعني الكارد اللي هم معدات للموضوع. If you're going to verify the touch signature, make sure that the program knows about it. Either give both file names on the command line or use bash to specify. وهاك تجيك تقرا عليه موضوع كبير شويه تجيك تغير الالجوريثم عن طريق فلاكس معينه تجيك تزيد حتى كومبريشن وهكذا تجيك تستعمل حتى سيرتيفيكيشنز. There are dozens of variations of OpenBGP programs available and each supports a slightly different subset of these optional algorithms. For example, until recently, no unhacked version of PGP supported the Blowfish cipher algorithm. A message using Blowfish simply could not be read by PGP user. By default, GNU Privacy Guard uses the standard OpenBGP preferences system that will always do the right thing and create messages that are usable by all recipients, regardless of which OpenBGP program they use. Only override this safe default if you really know what you are doing. You absolutely must override the safe default, or if the preferences are invalid for some reason, you are far better off using ما يعني تقدر تحط flags تقول أي version من PGP تبيها options default. These options are safe as they do not force any particular algorithms in violation for PGP, but rather reduce the available algorithms to a PGP safe list. لما تقدر تدير فربوس كمان فربوس فلاج بس تشوف يكتب لك شو صاير بالضبط كل حاجة يدير حاجة يطبع لك شنو يدير. تقدر ساين بمسج عن طريق دش دش ساين دش اس. This command might be combined with the encrypt. مرات تبدأ بدي ساين وانكريبت المسج ولا تبدأ ساين فقط. Encrypt a message that can be decrypted and use the secret key or passphrase. The signing key is chosen by default or can be set explicitly using the local user. يعني هنا الكي حياخد كي بتاع الستش بتاعي لكن انا نغير له مثلا بيستخدم ميزه ثاني ولا نبي نعطيه كي واحد ثاني مثلا.
كلير ساين بس دي كلير تكست سيجنتشر وهكذا. الانكريبت بالاي يعطيك البابليك كي انكريبشن بابليك كي كريبتوغرافي. انكريبت بالسي حيعطيك سيمتريك انكريبشن اي اس باسورد. هما ممكن اهم حاجه تحفظها الاي والسي والدي. دي دي ديكريبت الاي انكريبت ببابليك كي والسي بباسورد والاس فور سيجنتشر. تقدر فيريفاي للسيجنتشر عن طريق داش داش فيريفاي فلاج. Very important to use open new privacy guard. لما بتبعت حاجة على insecure media. اوكي زي ما قلنا احنا ما نستعملوش FTP, Telnet, R-Login, RSS services في Linux. ضروري نستعمل OpenSSH, FTP, FTPS ولا حاجة زي هذه. ضروري حاجة فيها encryption, ضروري secure enough, unhacked, كويسة. ضروري ندير backups. Backups يمكن ندير عن طريق scripts او يمكن ندير partitioning, تحط partitions في storage معينة وندير backup من غادي. وباكاب ضروري تكون offline زي ما قلنا. ضروري نديروا بوقلق للبوت دايركتوري. خلينا نشوفوا الاف ستاب فايل بتاعنا. احنا خلينا نخش على روت نشوفوا الاف ستاب كيف شكله. نانو سلاش سي سلاش اف ستاب. انا هذا الاف ستاب بتاعي هذا اللي حطينا فيه الدايركتوري اللي نديروا له ماونت امبوت ولا امبوت. وانا هنا نقدر نشوف انا عندي اس دبليو هنا وانا عندي ريمونت ريدوندو وهكذا. يعني هم في لما يكون عندي بوت بس بارتيشن بيكون ار او فقط في الاوبشنز. هنشوفوا كيف مفروض شكلها. يعني احنا ما عندناش نفس الطريقه بوت دايركتوري كون زي هيك اروح بروحها من غير حاجه ثانيه. بس كوريد اونلي طريق اروح معناها ريد اونلي. تمام. عندي ثلاث حاجات. عندي هنا سي دي روم وعندي السواب وعندي السلاش. ما عنديش بوت بروحها. ليش سلاش بوت في بارتيشن براحة؟ فيمكن لو ندير السلاش بوت في بارتيشن براحة وندير لريد اونلي يكون احسن لي. يمكن اكثر سكيورتي. نبي ندير ديسيبل اليو اس بي ستورج. اوكي فكيف ندير ديسيبل اليو اس بي ستورج؟ شوف في ديبيان كيف ندير ديسيبل لكيرنل موديل. قلنا ان واحدة من الطرق ان ندير لها موديل بلاك ليستين. فنجي نخش على الوكي بتاع ديبيان. احيانا يكون بطيء شوية. Disable automatic loading of Linux kernel drivers, driver modules. Note that this procedure does not prevent another process from requesting a module addition during boot or runtime. يعني يمكن تكون في process تانية تقدر تزيد module في وقت البوت ولا حتى في الرانتايم. يعني ضروري تتأكد من حاجات هذيك. هذه طريقة توقف الكرنل إنه يديرها باي ديفولت من غير ما في برنامج تاني يدخل في الموضوع. Warnings as mentioned in the comment headers. Modeprop.d or blacklist.com. Adding modules there does not affect auto-loading of modules by the Linux kernel.
This means that to blacklist a driver such as IPv6, you must do a fake install. يعني في كومنت هيدر هنا في ETC مود برو بلاك ليست، خلينا نشوفهم ETC مود برو ضد دي. طبعا انا فاضي عندي ما فيش حاجه داخل، ولكن نكتب توا اول فايل هذا. تمام، شنو بندير هنا؟ بندير تاتش ولا نانو طول المفروض تدير موديفاير عليه باش تكتب فيه بلاك ليست. لكن هو ما عنديش من قبل، فانا تو نديره تو. اسمع blacklist.com تمام، فهذا نيو فايل، يعني هنا حنكتب فيه ال بس سمعنا شويه شلون الدايركتوري هذا ما يكونش موجود باي ديفولت. الدايركتوري موجود، الفايل نفسه blacklist.com ما فيش. الدايركتوري موجود بمود بروب دوت دي، هو موجود عندي. الفايل هو مش موجود. الفايل هو مش موجود خاطر ما فيش حاجه دايره بلاك ليست. ما يجيش في حاجه بلاك ليست من الاول، ما هذا الدرايف تعرف هذا. تمام، قال لك هاو كريت فايل. الفايل في العاده فيه اسم ال الحاجه اللي تبي تدير لها بلاك ليست، فانا الحمد لله ما نزلتهاش. نزيد هنا نسميه USB storage. والله شيء هذا. فأنا بنكتب هنا بلاك ليست، قدرت فايل جديد سميته USB storage.com باش نزيد أوضح لي بعدين. يمكن هنا كل حاجة بنديرها بلوك، بندير لها اسم ديسكريبتيف شويه باش نعرف روحي ايش نسمي، مش نحطهم كلهم مع لائحه واحده. معنا تقدر تدير كلهم في فايل واحد. هذه بلاك ليست يو اس بي اندرسكور ستوري. انا نبي نتاكد ان هذا هو فعلا اسمها. كل حاجه بدير بلاك ليست فايل. هذا بلاك ليست تقدر في فايل او كلهم في فايل واحد عادي. نبي نشوف اسم الموديل في ديبيان. ديبيان 12 نحدد له. شكله اسمه يو اس بي ستوري. نكتب بلاك ليست. يختلف لسه من يمكن يمكن يختلف من فيرجن فيرجن، ويمكن انت الجهاز بتاعك يستخدم في درايفر غيره. هو مرات انت مرات في درايفر ثاني مثلا اسمه يو اس بي ستورج 2 يدعم في يو اس بي ستورج من نوع جديد مثلا. مرات انت هذاك هو مش هو، عرفت؟ تبي تعرف شنو هو الدرايفر اللي يخدم الجهاز بتاعك تقدر تعرف عن طريق تقريبا الست بي سي اي ولا حاجه زي يوريك الفايلز والدرايفر بتاعهم. فنحن نسيبه هو مثلا بس في سي اي فصل مجموعه كبيره من الحاجات. يمكن يبي فلاج باش يعطيك الدرايفر اللي يستعمل فيه. ندير الامان